السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. يونت 7 افيزيت تو جرين ايرلاند، نحل مع بعض الورك بوك بيج 21 صفحة 21. listen complete the email، اسمع واكمل الايميل. هنرتب، بيقول لي اوردر ذا بيكتشرز. هنسمع كده مع بعض عشان نرتب الايميل. طيب هنعمل كده مع بعض يا ولاد. يقول لي on Thursday، يوم الخميس، we went to Green Island، نحن ذهبنا إلى الجزيرة الخضراء. These are our photos، وهذه تكون صورنا، خدنا صور هناك. First we watched the water football، أولا نحن شاهدنا كرة الماء. دي فوتو نمبر سي، الصورة سي. واتشيز ذا ووتر فوتبول، شاهدنا كرة الماء. دي الصورة سي. Then we rode bikes in the park، ثم نحن ركبنا دراجات في الحديقة. دي هتبقى فوتو رقم كام؟ اهي سي، بيركبوا الدراجات. اي يبقى هنكتب هنا اي، فوتو اي. Next we had drinks and ice creams، ثم وبعد ذلك نحن تناولنا المشروبات والايس كريم. هتبقى فوتو رقم كام؟ هتبقى فوتو رقم A. After that، وبعد ذلك، we went boating on the lake، لأن ذهبنا لنركب المراكب على البحيرة. هتبقى صورة رقم كام؟ أي بي، مراكب أي. Before we went home، قبل ما نعود إلى المنزل، we climbed up the tower، تسلقنا أو صعدنا إلى البرج. فوتو رقم كام؟ يصعد البرج أنهي واحدة؟ أي إف. Finally we went on the train، وأخيرا ذهبنا على القطار اللي هي دي. We had a lovely day، تناولنا يوم، كان لدينا يوم جميل. السؤال اللي بعد كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.